يلا يا حبيبتي، يلا يا حبيبتي الفطار جاهز. تعالي يا حبيبتي اقعدي، تعالي. يلا يا ادهم، صباح الخير. نمت كويس؟ الله، وانت مش جاي معانا النادي النهارده؟ لا مش حاجه. ده انت بقالك وانت ما حضرتش التمرين. اصحابي جايين هنلعب بلاي ستيشن. انا كل شويه البس في الشجره دي. اضحك صعب. راحت يا عم ادهم منك شويه. انا بقى اهو يا عم اهو دراب يا علق اهو. قوم يا اخو سيبنا نعلق. عاش كده يا ادهم. يا رافع راسنا يا رامي، مالك دلوقتي يا حبيبي؟ ما بتتكلمش ليه؟ مش عارف سامع حسك يعني. اقطعك يا عم رامي. يا عم بسرعه بسرعه عشان طب ممكن توتر كلامك وتلعب وانت ساكت. ايه اللي حصل؟ حبيبي انا كويس. مالك يا حبيبي؟ مالك يا انا عم اتكسرت وهدومي اتقطعت يا بنت. معلش يا حبيبتي. احنا لازم نحاول دكتور متخصص في الامراض النفسيه والعصبيه. الدرجه دي؟ ربنا يتولى برحمته. انا تابعت حاله ادهم بعد ما الدكتور كريم كلمني ولقيت ان هو مرض نادر جدا اسمه إليان هاند سيندروم. يعني ايه؟ ببساطه كده متلازمه اليد الغريبه. المرض ده يبقى عباره عن اضطراب عصبي غير عادي في احدى اليدين. يعني ممكن يد اليمين او اليد الشمال ويخليه يعمل حاجات ملوش اراده فيها او بيلعب بطريقه لا اراديه.
يعني فك زراير القميص، تقطيع الهدوم، ندف الشعر. يا لهوي، وده بيجي من ايه؟ ممكن يكون ادهم نتيجة الحادثة حصل له تلف في خلايا المخ او التهاب في الجزء اللي بين الفص اليمين او الفص الشمال. السلام عليكم. وعليكم السلام. كويس انه جيت. ايه اللي حصل؟ بقاله 3 ايام قافل على نفسه الاوضه، لا بياكل ولا بيخرج منها. ولا يهمك، احنا هنفرفشه. يلا حبايبي فرفشوه. ايه يا عم مالك؟ مش بترد علينا ليه؟ ايه؟ مالي؟ هو حرام الواحد يقعد لوحده؟ اهدى يا عم بس، قولي. الو. ايوه يا بنت، انت لسه في الشارع؟ انت ايه اللي مأخرك لحد دلوقتي؟ انا قلت لك ترجعي البيت بدري. ما انت عارف حال البلد عامل ازاي دلوقتي والدنيا فيها ايه؟